المؤلف أيمن سلامة بيقوم دلوقتي بالتحضير لعمل درامي جديد بيخوض من خلاله الفنان هاني شاكر، أولى تجاربه في عالم الدراما التلفزيونية، وهيظهر داخل الأحداث في دور رجل أعمال بيتعرض بقى من خلال أحداث المسلسل لعدد من المشاكل، وبيناقش العمل التغيرات اللي طرأت على المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة. مقرر طبعا أنه يتم عرض المسلسل خارج الماراثون الرمضاني، طبعا ده هيكون ظهور مميز للنجم الكبير هاني شاكر.